أولا يجب أن يعلم أن الإسلام لما صار هو سنة المستجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم ألغيت الأسماء التي كانت عندهم إلا اسم الإسلام. قال الله جل وعلا هو اجتباك، قال الله جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فاسم المسلمين والمؤمنين هذه أسماء شرعية، هي الأسماء التي يقال عنها أسماء شرعية لأنها جاءت النص. هناك أسماء أخرى للتعريف، هذه الأسماء التعريفية لا بأس بها ما لم تؤدي إلى مفسدة. من أعظم الأسماء التعريفية اسم المهاجرين واسم الأنصار، فهما اسمان نص الله جل وعلا عليهما في القرآن، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو سمى المهاجرين وسمى الأنصار. لما حصل التعصب في المؤمنين لاسم المهاجرين وحصل التعصب من الأنصار لاسم الأنصار، صارت عادية جاهلية. لما كان في أحد الغزوات وانصرفهم منها اختلف غلامان، يعني صارت شاذة وفارقة بين غلام مهاجري وغلام أنصاري، فقال المهاجري يا للمهاجرين، يعني نقوى ينتخي بالمهاجرين يطلبه، وقال الأنصار يا للأنصار. اجتمع المهاجرين واجتمع الأنصار، كل يريد أن ينصر من دعاه لهذا الاسم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فدل على أن التعصب والولاء لاسم دون غيره هذا خرج به عن مقتضى التعريف إلى التعصب له والولاء عليه والدعوة للمناصرة الخاصة به، فدل على أن هذا مطرح شرعا ومذموم. مع أن اسم المهاجرين شرعي واسم الأنصار شرعي، تطاول الزمن جاءت أسماء مثل الحنفية الشافعية الحنابلة المالكية، أسماء أقرها أهل العلم لما ظهرت أقرها أهل العلم للتعريف بها، يعرف أن هؤلاء يمثلون المدرسة التي تتبع الإمام مالك، يمثلون المدرسة التي تتبع الإمام الشافعي، يأخذون بفقه. لكن لما آل الأمر إلى أن يتعصب الشافعية للشافعية ويعطون الولاء لها، ويتعصب الحنفية لها، ويتعصب المالكية لها، حتى يلغون الآخر بمعنى أنهم لا يعرفون الحق إلا عندهم دون غيرهم ويبطلون غيره، حصلت مشاحنات فتحولت من اسم تعريفي إلى اسم يوالى عليه ويعاد، مثل ما ذكر يعقوب الحمري في معجم البلدان قال وفي رحلتي إلى أرض خراسان مررت ببلد سماها أنا نسيت ما عهد بعيد، مررت ببلد فيها طائفة من الأحناف من الحنفية وطائفة من الشافعية، وكان بينهما من القرب والبغضاء ما أيقنت أنهم سيتقاتلون معه. قال فغبت ثم في رجعتي من الرحلة يعني بعد سنين مررت بتلك البلد فلم أر فيها أحدا يذكر، فسألت فقال وقعت بينهم مقتلة فتضرر. سبب هو أنه تحول الاسم من التعريف إلى التعصب عليه.
إلى أن يكون مساويا لاسم المسلمين يوالى عليه ويعاد. هذا أدى إلى هذا المنكر العظيم. مال الأمر إلى أسماء أخرى تعريفية مقر بها من جهة التعريف. إذا تبين ذلك هنا نأتي إلى السؤال وهو اسم السلفية. اسم السلفية اسم حادث بمعنى أنه أطلق على من كان يتبه السلف الصالح في الاعتقاد وفي السلوك والعمل لما كثرت الفئات الأخرى المنحرفة عن نهج السلف الصالح مثل المرجعة والقدرية والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والكرامية إلى آخر من الفئات والصوفية. صار بالمقابل هذه أسماء فئات تعريفية سمي من لزم السنة وطريقة السلف الصالح ولم يخرج عن مقتضى الدليل سمي بعدة أسماء. منهم من سماها من سمى هؤلاء السلف، منهم من سماها السلفية، منهم من سماها أهل السنة والجماعة، منهم من سماها الجماعة، منهم من سماها أهل الحديث ونحو ذلك. فهو اسم للتعريف يبين أن هذه الفئة هي التي حرصت على السنة وحاضت عليها وتركت البدع والأهواء ونصرت قول أئمة السنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، فهم يحمدون على هذا المسلك ويؤثرون عليه. لكن السلفية من جملة المسلمين، من جملة المسلمين، فهناك من المسلمين من هو مسلم بطبيعته، لو دققت فيه فهو سلف من حيث ما هو عليه، وكذلك ممن هو منتمي إلى بعض التيارات إذا أتيت إلى معتقده وما هو عليه يكون هو سلفي في الجملة أو عنده كثير من متابعة السلف ونحو ذلك. هنا نقول إذا تحولت هذه الأسماء إلى أحزاب صارت السلفية حزبا يوالى عليها ويعادى، صار أهل الحديث حزبا يوالى عليهم ويعادى، هذا له اسم له نصيب من الموالاة والمعاداة على اسم المهاجرين أو على اسم الأنصار فلا يسوء. أما إذا كانت في التعريف بهم وأنهم أهل الحق في دين الله جل وعلا والمتبعون للسنة والمناصرون لها من هذه الجهة، وفيهم كما وصف شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية فيهم من الصفات أنهم أهل الرحمة بالمؤمنين وأهل النصيحة لهم وأهل الصلاح وقيام الليل وعبادة الله جل وعلا وأهل الأخلاق الفاضلة والصدق وترك الكذب ومجانبة الباطل والحرص على الحق، فهؤلاء هم الذين فعلا نرى بما فيهم من الصفات أنهم الأحق بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه، وبقوله والتابعون بقول الله تعالى والتابعون لهم بإحسان. فكل من تبع السلف في هذا المعتقد بالإحسان فله نصيب من أن يكون معهم. أما الموالاة والمعاداة والطعن هذا يطعن فيه لأجل كذا، لأجل أنه ليس منتميا إلى هذه الفئة، لا، إنما يذم الناس ويمدحون على الإسلام وليس على شعار آخر.